اليوم ثالث مرة بتجي يومنا وبتعطينا صف، وكان كتير ممتع. من أمتع الصفوف اللي حضرت لياها. نحن اليوم رح نحكي عن الشخصية. الشخصية بالقصة هي اللي بتقود أحداث القصة. يعني إذا بشيلها رح يكون عندي سات أحداث وما رح يحكوني. كيف هالشي بيتطبق على اللوجز تبعنا؟ يا الشخصية بدي أتخيلها أنا يا فلوجر، أو بدي أتخيل هالشخصية هو المشاهد تبعي. محمود خبرني مين بيلحقك أنت؟ أنا الجمهور بتاعي أغلبيته شباب من سن 15 ل 30 سنة. 15 ل 30؟ إذا بدي أقول شخص واحد من هيدا الجروب لأقول عمره 25 سنة، شو اسمه هالمشاهد؟ محمد. محمد، بس يفيق الصبح بيشرب قهوة ولا شاي؟ لا، بيفوق الصبح بيقعد على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا؟ لا بيشرب لا قهوة ولا شاي، ما بتروق ولا شيء، شو بيشتغل؟ هو طالب. يمنى قالت لنا انه نحكي عن التارجت اودينس تبعنا وبطريقه نوصف كانه شخص معين، يعني مثلا او بنت مثلا شعرها طويل، ضعيفه، ناصحه، وهذا الشيء بيساعدنا انه كرمال الفيديو تبعنا نقدر نحدد لمين عم نوجهه، وبهالطريقه هيك بتوصل الرساله احلى. انا اذا بدي اتعاطى مع محمد هلا صار عندي معطيات زياده لأعرف زبط رسالتي إلى حد ما كرمال لتوصل له أسرع. فأنا وقت أكون عم فكر بالمشاهد اللي عم يحضرني بدي أتخيله هو كمان شخصية. هي كانت بتحاول معنا أكتر على قد ما تقدر إن إحنا نركز في تفاصيل الشخص اللي إحنا بنكلمه، ودي تعتبر نوع من أنواع العصف الذهني، إن إنت تقدر تركز جوا كل التفاصيل اللي إنت بتعملها عشان تقدر تطلع معلومات أكتر ممكن وحاجات ما كنتش واخد بالك منها. بديكم تعرفون عن نفسكم إنتوا الشخصية. برات قد ايه عمري واسمي وشو بدرس؟ بعض الاحيان الغرفه المظلمه قد تكون وسيله حمايه من عدو خارجي او انسب طريقه للنوم. الدواء مر ولكن بداخل مرارته شفاء. لازم يكون كل كتاباتي فيها احساس، قد ما كان الموضوع ناشف وصعب انا بضل ببحث على جانب منه اقدر خلي يكون الاحساس موجود. بتعتقدي انه هيدا الشيء بفرقك عن البقوه؟ بفرق، خاصة بموضوع الشعر كثير قلال اللي عم يعملوا فلوج شعر وفيديوهات مثل اللي هلا انا عم اعملها. دخلنا لاعماق شخصيتنا ونظرتنا عن حالنا، عرفنا الاخرين عن وجهة نظرنا عن ذاتنا. صف يومنا كثير بفيدنا لانه بيساعدنا بالابداع، يعني كرمال نقدر نكتب شيء او نقدم شيء يكون غير عن غيرنا. صف يومنا انا بشكل دوري بستفيد منه كل مرة اكثر من المرة اللي قبلها بصراحة. عيت لك باش نقول لك باللي اليوم عيد الام، وعيت لك باش نقول لك باللي عيد ام سعيد، و I love you و you mean so much to me. تفكرتيني يا حبيبتي. I love you و happy birthday باسكو كان البارح. دونك happy birthday. صحه ويعطيك صحه. ميرسي بوكو. فوالا، وحشتك ماما. انا توحشتك، وحشتك بزاف، وحشتك بزاف بزاف. خليتي لي دافير. ها يا تي صافا، لا سانتي، راكي مليحه؟ الحمد لله الحمد لله، ما بقاش بزاف ونتلاقاو. داكور داكور، اوكي، اي لاف يو. خدمتي مليح. تشالنج. ايه انا معاه. ليسونسييل كي تكوني انت مليحه، كي تكوني انت مليحه انا راني مليحه. فوالا، ميرسي دافور سي ا موا. ثانك يو مام، لاف يو. صح، لا بلوس. ميرسي. ان شاء الله. ميرسي، باي باي. فرحت بزاف كيف ردت عليا وسمعت صوتها، عطتني انرجي بوزيتيف باش نكمل لا سيمين وباش نخدم مليح في التحدي هذا اللي راه عندنا. في السياحه والسفر عندي بزاف مواضيع ولا رسالات اللي نقدر نوجههم من خلال هذا التشالنج تاع هذا الاسبوع اللي هو اعاده التدوير. جمعت كامل الافكار تاوعي وراني نسنى نهضر مع سيلين باش نطرح عليها الفكره تاعي. شو خبرينا، شو وضع الفكرة هذا الأسبوع؟ فكرتي هي تقليل استعمال المواد اللي صعب إعادة تدويرها. الفكرة الثانية هي
تقليل استعمال الماء والكهرباء. يعني مشي معناها it's responsible. Okay, it is responsible. It is not recycling. هي مشي داخلة في recycling ولكن كاين reduce, reuse و recycle. يعني داخلة فيها ثلاث aspects. Okay. الريدوس ريوز ريسايكل هن حتى يكون عندك بيئة خضراء أكثر ويكون عندك نظافة أكثر ويكون عندك صحة أكثر. بس إذا نحكي عن الكهرباء والماء بالتحديد منن ريسايكلينج؟ أنا متفقة معها لأني ربما ما كنت فاهمة الموضوع مليح فهي فهمتني وش لازم فيها التحدي وشنو هو الأمر المطلوب ومتفقة معها أكيد. فكرة قلية الماء والكيس كتير منيحة. كفي بهذا الاتجاه، يعني جرب كفي ريسيرش تبعيتك بهذا الاتجاه تشوف شو معقول يطلع بعد معك. اوكي. مرحبا راشد. اهلا وسهلا. شو وضع المعنويات هذا الاسبوع؟ لا الحمد لله كويسة. منيحة؟ الحمد لله، ان شاء الله في تحدي و لأن الشباب جالسين يتحدوني المرة هذه فأكيد. منيح إذا عم يتحدوك يعني بدنا نكون قد التحدي وأكثر كمان. طيب خبرنا شو الموضوع والفكرة؟ في الفكرتين، واحدة منها بتكون صعبة إنه يعني كتنفيذها إنه تحتاج وقت. في فكرة برضو ممكن تكون يعني حلوة بس إنه ما راح تكون تنفيذها صعب زي الأولى، بس الأولى يعني هي ودي إنه كان فيها بس تحتاج وقت عشان أشتغل عليها. بس انه هذه الفكره بالالمنتس اللي بيكونوا موجودين فيها فيهم بلاستيك ونايلون والى اخره. لا اي اكيد بتكون هذه الاشياء انه هي الاساسيه يعني تبني عليها. كثير منيح. بعدين بلونها واسوي الشكل فيها. كثير حلوه الفكره. فاذا بتعمل هيك شيء انا كمان انا مع الفكره. بما انه الاسبوع اللي فات اللجنه تكلموا معي انه ما عجبهم هذا الشغل وانه مو هذا انت يا راشد، فحاولت انه اسوي شيء جديد ويكون فكره جديده واغير فيه شوي. بما انه الفن الجرافيتي تقدر تسويه على اي شيء، فانا الرساله هذه حابب اوصلها انه الفن هذا اي شيء تقدر تسويه عليه. فانا استخدمت من اشياء عاديه وكونت منها الرسمه. ساعدني نور الدين لانه كان في مكان عالي وما شاء الله نور الدين طويل فما قدرت اوصل، فاستغليت نور الدين ورفعني عشان اكمل الشغل اللي فوق. ما ساعدني الهواء شوي، كان قوي اليوم الهواء، بس الحمد لله قدرت اخلص الشغل وان شاء الله انه يعجبهم، ان شاء الله انه اطلع في المركز الاول لانه انا متعود على المركز الاول. شو طمني؟ شو الوضع هذا الاسبوع؟ انت الاسبوع الماضي كنت بالصداره. حاسس بتوتر وماني مرتاح، حاسس بشيء غلط. بما اني الاسبوع الفايت كنت في المركز الاول فلازم يعني احافظ على نفس هذا المستوى، يعني من اظهار يعني الحيل والافكار الجديده، يعني المفروض ما ارجع لورا او اكرر نفس الفكره. طيب خبرني هلا شو الفكره؟ بحاول اربط دوره الحياه في الكون بكاملها. أوكي. دوره حياه النجوم بحاول ادخلها في الفيديو، بربطها يعني مع اهميه اعاده التدوير. فما ادري انا عجبتني الفكره كثير حلوه يعني الفكره، اتمنى انه اقدر يعني انفذها بشكل أوكي. بشكل حلو. كثير حلوه الفكره، كثير حلوه انه هو شيء طبيعي بالكون بيصير انه الاشياء ولا الالمنتس ترجع بتعاود تدوير حالها. الربط كثير اساسي بيناتهم تيوصل المسج بطريقه مضبوطه، وتنفيذ الفيديو بده يكون على قد قويه الفكره. في هذا الأسبوع ما حيكون في أي تصوير، حيكون كله شغل مونتاج زي الأسبوع الفايت، بالإضافة إلى فيديوهات. يعني راح أختار أو أنزل فيديوهات يعني رسمية من موقع ناسا مثلاً أو أنيميشنز معينة وأضيف عليهم تأثيرات خاصة. بالنسبة لي أنا يعني أعتقد إنه هذه أول مرة يعني أسوي فيها فيديو كامل من أوله لآخره بمؤثرات خاصة، فهذه يعني تجربة جديدة بالنسبة لي وفرصة إني أتعلم. أتمنى إنه أظل بالصدارة، يعني ما حد يطلع علي، لا عبد الرحمن ولا راشد ولا نور ولا نور الدين ولا أي أحد. التحدي بتاعنا بتاع الاسبوع دوت هو عن اعاده التدوير ريسايكلينج. اول فكره جت في بالي كانت ان جوه كل بيت في ام بتعمل كل حاجه، بتستخدم الحاجات البايظه بتستخدمها في حاجات تانية.
أنا بدأت أعمل سيرش عن الموضوع وبدأت أعرف عن عادة التدوير أكتر وأقسامه وجهزت فكرة كده ومستني سيرين بقعد معه. مرحبا محمود. مرحبا. كيفك هذا الأسبوع؟ تمام الحمد لله. منيح؟ ماما بتسلم عليك وبتقول لي خلي بالك مني شوي. سلم لي عليها للماما وقل لها أنه هذا الأسبوع إذا بطلت هيدا الشمعة اللي عم بتنوص مثل ما كنت الأسبوع أنا نورت خلاص أهو. لا خلق. لا لا مبين عليك أصلا. الحمد لله. وإن شاء الله تكون الفكرة على قد هالنور اللي شاعه اليوم أنت. أنا الفكرة بتاعتي بتتكون من جزئين. أوكي. جزء منطقة سلوك. أوكي. وجزء بوضح فيه إن إحنا كمجتمع عربي إحنا مصدر لكل الثقافات ومصدر لكل الصناعات بس إحنا مش واخدين بالنا يعني بشكل ساخر. أنا حابب المرة دي أبين إن أنا بكلم حد ورا الكاميرا. أوكي. إن أنا قاعد في البيت وحد بيعرض عليا التحدي. أوكي. وبقول له بقى إن هو عادي التدوير إيه ومش عارف إيه ده بتاع العالم الفرافير العالم العيال الطرية هي اللي بتعمل عادي التدوير إحنا بنرمي الحاجة في الأرض هنعمل عادي التدوير. بس انتبه على الاستاتيكس تبع الفيديو يعني انت ركبت الفكره معك وكامله وكثير حلوه انتبه على وين عم بتصور شو الباك جراوند اللي وراك وين قاعد هدول لانه هدول اوقات عم بتفرق. هي المشكله كلها في الفكره طريقه التنفيذ زي ما سارين قالت لي وانا هحاول على قد ما اقدر اخلي التنفيذ مباشر وسهل ان هو يكون يتفهم. طمنيني شو الوضع هذا الأسبوع؟ بدي حضر فيديو يكون توعية للعالم كيف فيهم هنا يكونوا more eco-friendly يساعدوا الطبيعة والبيئة أكثر. الفكرة كتير حلوة بديكي بس انتبهي على شغلة eco-friendly وvegan وgreen مش هو بس عيد التدوير عرفتي؟ يعني ما بنضيع إنه نعمل شيء خاصه بالenvironment أو بالبيئة بس ما يكون إعادة تدوير وبدنا تكوني أنت أوكي. تشبهي حالك بليز اوكي سالين كل ما بتقعد معي بتضل بتذكرني بهذا الفيديو وبقول 38 علامه علامات عاملين مثله يا سالين نسي له هذا الفيديو يا صرنا عاملين شي اثنين بعده حسيت انه شوي التحدي بالنسبه لي حيكون سهل وكل ما يكون سهل كل ما في ابداع اكثر هذا الخايفه منه انه كيف بدي اتميز وكيف بدي ابدع باسلوب غير اعتيادي من الاشياء اللي نعرفها التحدي صعب منه سهل خصوصا في بعض الفئات مثل فئتي بس طبعا في معلومات كتير متواجدة عن الموضوع الموضوع كلنا بنعرف عنه بس للأسف ما عم نطبقه بشكل واسع بأوطاننا العربية فبعتقد حان الوقت انه نبدل شيء عندي افكار كتير براسي بدي احكي مع سيلين واقعد معه وقلها اياهم وشوف شو بتنصحني هاي عبد هاي كيفك منيحة وانت تمام شو الاخبار شو المعنويات هذا الاسبوع ممتازة حتى من بعد بحب اطلع وانزل سبور لا ايه ما هيك انت بتعمل ورك اوت وهيك سو يلا خبرنا شوي شو الوضع هذا الاسبوع موضوع جدا مهم بالنسبة لي ريسايكلينج وليفينج ان ا جرين وورلد كان جزء كتير كبير من الماسترز تبعي فعلي مسؤولية كبيرة اوكي عندي فكرتين كل أوكي. فكرة حاسسها ناقصة شيء الفكرة الأولى دواليب السيارات بعد ما يخلصوا مدتهم العالم بتبدلهم والعالم بترميهم وما بتعمل فيهم أي شيء مزبوط في تمارين كتير ممكن الواحد يعملها بدواليب السيارات ممكن أعمل كامبين إنه خلينا نطلع نعمل رياضة نلم الوسخ اللي موجودة وإلى آخره منه بنمشي وبنحرق كالوريز وبنكون عملنا شيء رياضي ومنه بنفس الوقت بننظف بس وين المعلومة اللي أنا بدي أوصلها عن الريسايكلينج هون فهذا الشيء الناقص بفكرتي الثانية ما رح علق لأنه بتعرف شو الناقص بس حبيت إجي بفكرتين مو فكرة واحدة المهم المحاولة كفي بأول فكرة شوف كيف معقول تتطور معك خصوصا إنه الدوليب هن أصعب شيء لأنه معمولين من كاوتشوك سنتاتيك ما في ولا مجال ولا طريقة أن يعملون إعادة تدوير للدوليب فاستخدامهم بغير طريقة هو كتير حلو كفي فيها أكتر ومنشوف وين متوصلنا أنا قدر رح توصلك لشي محل حلو شجعتني على الموضوع الثاني ارتحت كتير خلاص بدي ريح راسي ما ادور على افكار جديده هلا صار وقت كيف بدي اعمل قصه الفيديو واطبق الفيديو انا هلا عم صور الفيديو ومبسوط كتير بالكادرات اللي عم تطلع معي عم بستعين بمساعده نور وان شاء الله نقدم هذا الاسبوع شيء كتير حلو الاسبوع الماضي كنت انا وراشد من الناس اللي في اسفل اللائحه فهذا الاسبوع عاملين تحدي بيني وبين راشد مين راح يطلع أعلى من الثاني وأكيد أنا راح أطلع أعلى منه
الو كيفكم؟ مش الحال، شو الاخبار؟ منيح؟ هاي تاني مرة بيجي لعنا إيميل. نحنا خلصنا تصوير وهلأ جاي يعطينا رأيه على الفيديو مثل العادة، فالله يستر لأنه إيميل على طول بيسلخ. هالمرة رح نعمله إنه رح شوف شو صورته ومنحكي عن كيف ممكن نحسن شو ممكن نعمل. نبدي عندي هم فيلم ناقش ضرورة إعادة التلوية وشنو اللي رح يصير فينا إذا ما اهتمينا بهذا. هلا المنيح عملته انك فوتت الفيلم وتشز كثير منيح مثل ما حكينا هذيك المره. كثير منيح انه صار هيك ألز. مرت الجاي جرب البوس الشخصيات، تعليقاته كانت حلوه. هو من البدايه قال لي انه حط نفسك انت داخل الفيلم وانا مشيت بنصيحته. نيكست عبد تفضل. يس بتعرف شو المشكلة؟ ما عم تعطي شيء بوجهك انت وعم تشتغلون، بدنا نحس معك، عرفت؟ ما حسيت شيء، كله هيك وجهك ما عم بيعبر عن شيء. طلعت على الفيديو من وجهة نظره بعد ما نبهني على هذا الشيء وقلت يا ريت كنت عامل facial expressions اكثر. كيف بدي اتعاطف معك انا كمشاهد؟ فيك تعيده؟ اليوم صعبة. بدي احاول اشوف اذا رح يكفيني وقت برجع بعيد التصوير كم لقطه، اذا ما بكفيني رح اقدمه مثل ما هو وخبي الاشياء اللي هو قال لي عليها. هلا نيكست راشد. موسيقى كثير لا 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 مش ضروري، عرفت؟ بس حط بس موسيقى بدون الصوت الامبيينت الموجود، ما بعود حس كتير، أوكي؟ بحس بموسيقى، بحس بكليب، بس إذا أنا سمعت المشاهد الرشة تبع شو عم بعمل، التلزيقة، الضربة لها، بيفوت معي أكتر. أكيد إنه الأشياء اللي قالها لي لازم أسويها. أول شيء الموسيقى مرة مو لايقة على الفيديو، أكيد اللي بغيرها وأشوف اللقطات الثانية المناسبة وبحطها في الفيديو. مازال ما صورت كلش وال كاين انسرت رايحين يكونوا، حاولت ندير ترانزيشن. شو رايكينا للقبله راني عايشه فيها؟ هو انا سافر بطريقه مسؤوله لاحترم اماكن الزهراء. كان عندنا وحده مش مذيعه صارت مذيعه، شو بكون؟ سمولي بدني بعد، شو صار معك من هذيك الجمعه لهلا؟ اللجنه انتقدوا العمل تاعي في اخر فيديوهات اللي عملتها، مانيش عارفه هما واش كانوا حابين، فحاولت نغير في طريقه التصوير تاعي، هو ما عجباتوش وانا ثاني ما كنتش راضيه عليها. عيدي كله ما بيمرق ما بيقطع. كنت عشي 17 20 صرت 7 على 20، شو يعني صرت واقفه وعم تفرجيني الانينه وتغني؟ شو هالحكي؟ بدنا نرجع ان اكشن. كي قال لي ايميل عاودي الفيديو هذا ما يقطع في الاخر، فرحت لاني انا في الداخل ما كنت مقتنعه بزاف واش كنت ندير، فكانه هو الصوت اللي قال لي يلا شجعني باش نعاود نصور بالطريقه اللي انا نحب نعمل بها. طيب يا جماعه بعرف انه عم كون قاسي معكم، بس هيدا الشيء كرمال لحتى عن جد تحسنوا، وبدي اياكم ما نضل عم نحكي حكي 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 بلا ما الصوره تعبر. هلا خلصنا الكلاس، بالنسبه لي كانت تعليقاتها كلها على المونتاج، لكن عندي لقطات لازم اسجلها، وبالنسبه لبعض الشباب لازم يعيدون التصوير مع الاسف، لكن هذا شيء لمصلحتهم واكيد راح ياخذوها بعين الاعتبار.